مختلفة. وهل هو يعني لا نشعر أنه سيناريو مؤكد أخذا في الاعتبار كل الظروف المتقلبة التي يشهدها العالم؟ ونجد أيضا أنه رئيس البنك الدولي بيقول أنه الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة تعافٍ ولكنها يعني بصورة ضعيفة. ما العوامل التي تدعم وجهة النظر هذا؟ كما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس ان التعافي الاقتصادي في الربع الاخير من العام الماضي تاثر بعوده انتشار الوباء، ومتوقع انه يتعزز التعافي ده خلال تحسن تدريجي في الثقه والاستهلاك والتجاره بدعم من التطعيم المستمر وتحقيق السيطره على الوباء. تدابير الاغلاق بالاضافه لسياسه مكافحه الاوبئه الاقل تكلفه اللي هي زي ارشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بالاضافه للتطعيمات ستمكن العديد من الدول من تقليل العدد اليومي للمصابين في النصف الاول من عام 2021. ده من المتوقع ان هو يساعد في تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا مع انخفاض عدد حالات الوفيات والاصابات وتخفيف جهود التباعد الاجتماعي. ده يحفز الاسر على ان هي تزيد استهلاكها من الخدمات اللي تحتاج تواصل مباشر للافراد. الشركات تزداد تفاؤل حذر في مواجهه التعافي في الطلب وتراجع حاله عدم اليقين، وايضا ممكن تستفيد من اسعار الفائده المنخفضه اللي تزيد وتيره الاستثمار وحتى لو بشكل صغير وتعزيز التوظيف. ممتاز. صانع السياسات برايك كيف يمكنهم تحقيق الاستدامه في التعافي حتى وان كان ضعيفا؟ على الرغم من الاقتصاد العالمي المتوقع انه يتعافى، بس زي ما حضرتك ذكرتي صناع السياسات بيواجه تحديات كبيره في مجالات زي الصحه العامه، اداره الديون، سياسات الموازنه والاصلاحات الهيكليه للاقتصاد. وفي نفس الوقت بيحاولوا يضمنوا ان هذا الانتعاش الاقتصادي يكون مستدام على المدى الطويل. في مشكله كبيره مثلا تتعلق بمستويات ديون الشركات المرتفعه. صانع السياسات محتاجين تعزيز التقييمات الاشرافيه لجوده القروض وتحسين انظمه الاسترداد. ومع احتمالية ارتفاع القروض المتعثرة، فإن عمليات الإفلاس السريعة وتسوية الديون المحلية هتكون مهمة في السماح بإعفاء الأصول من الدعاوى القضائية وإعادة توجيهها لاستخدامات جديدة. وأيضا ضخ استثمارات جديدة في الأصول المنتجة هيكون أمر مهم جدا لتحقيق التنمية المستدامة. نعم. على الناحية الأخرى بيساعد الدعم المالي المستمر للعمال اللي فقدوا وظائفهم والشركات اللي تعاني من نقص سيولة. صانعوا السياسات هيحتاجوا يوزنوا ما بين مخاطر النجم عن أعباء الديون الكبيرة المتنامية، والناحية الثانية المخاطر النجم عن تباطؤ الاقتصاد من خلال التضييق المبكر للسياسة المالية. من واقع عملك محمد، ما القطاعات التي ترى أنها قد تدعم الاقتصاد العالمي في 2021؟ بدأت الأرباح العالمية انتعاش مؤقت وغير منتظم في الربع الثالث من 2020. كان نمو الأرباح دي قوي في مجال التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية، احنا بنتكلم في السنة اللي فاتت، واستفادت جميع الشركات دي من التحول إلى العالم الافتراضي الـ Virtual World. من ناحية تانية القطاعات السيكليكال الدورية زي الطاقة والمالية والصناعة والمواد شهدت أكبر تقلصات في الأرباح. لو احنا افترضنا السيناريو بتاع الانتعاش العالمي طوال عام 2021، فإن القطاعات السيكليكال الدورية هي التي ستشهد أكبر ارتداد في نمو الأرباح. القطاعات الدورية دي بتشهد أكبر تمثيل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واليابان وأوروبا، ودي بالضبط المناطق اللي استعادت جزء فقط من خسائرها السنة اللي فاتت بسبب الوباء. فبمجرد المستثمرين يشعروا بمزيد من الثقة بشأن الانتعاش العالمي، السيكليكال اندستريز أو القطاعات الدورية هتبدأ تتفوق في الأداء على المناطق الأكثر دفاعية والقطاعات التكنولوجية.